بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. الناس اللي حطوا لي تعليقات عندهم الرزق قليل أو عندهم بيوت جداد، كاين الناس اللي عندهم بيوت جداد يلا دخلوا ليهم وبغاو يكونوا عندهم رزق في البيت، وبغاو انهم تكون عندهم البيت يكون عندهم البركة في البيت، يكون بيت جديد ولا قديم، او الناس اللي ما عندهمش الرزق في البيت. نحاولوا ان شاء الله ناخذوا بحول الله ناخذوا قليل من البلبولة أو الشعير، دقيق الشعير، دقيق الشعير هذا للبيت الجديد أو القديم. الناس اللي باغين تكون عندهم البركة في الأمور وفي الجرية وفي المال، وتكون عندهم أي حاجة طيبوها يكون عندهم البركة وصالحة للعمار البيت، صالحة للعمار البيت إن شاء الله. قليل 4 المعالق ديال الشعير، دقيق الشعير، 2 معالق الملحة، 2 معالق الملحة، الخميرة ديال الخبز، الخميرة ديال الخبز. ونحاولوا أننا هاد المكون أنا تنخلطو، تندير ماء الخزامة، قليل من المسك، قليل من ماء الورد، الريحة، نعود لكم الريحة، المسك، الماء ورد، المسك ها هو تتشوفوه، قليل من الريحة، الماء الورد، ماء الخزامة، ها هو مخلطه أنا واللي غادي نخلط به هذا نديره في البيت، لأن كل خميس أو مرة في الشهر تنديروا هذه الوصفة في البيت، ليس بالشركيات، ولكن هذه وصفة خلوها الناس القدام تحطوها للبركة للأمور، ما فيها لا تعويض لما فيها لا تشي حاجة لتجلب الشياطين، كلها الحاجة اللي تتكون تجلب الشياطين هي تتكون مسوسة ما فيهاش الملحة. أما هذه الخميرة والملحة إنها وصفة لتجلب الرزق، وصفات قديمة من الوصفات اللي كانوا تيديروا جدودنا والعيالات القدامات، كانوا تخلطوا واحد الجبانية ديال الشعير والخميرة والملحة والماء الزهر والماء الخزامة وقليل من المسك، وتيديروا فيها الريحة وتخلطوها ويحطوها في زاوية باش تحيد لهم الطاقة السلبية وتحيد لهم الطاقة الشريرة وتجلبهم طاقة الرحمة وتتخمر لهم الرزق. إذا حول الله وقوتي، حيث كاينين التعليقات الناس كل واحد باش يدخل، ولكن حنا تنحطو شي وصفات رحمانية ما فيهم لا شركيات لا والو باش نعاونو الناس ويكون عندهم البركة في البيوت ديالهم، تيلي دخل المحل جديد تيكون عنده البركة. ناخذ 2 معالق ديال الشعير أو 3 أو 4 على حسب، ناخذ 2 معالق ديال الملحة ونوضع الملحة هنايا، ناخذ 1 معلقة ديال الخميرة ديال الخبز، ونحاول نخلطها بالمكون اللي عطيتكم، الخزامة، المسك، الريحة، ماء الورد، هذا تنخلطو ريحته زوينة. ونحاول أنني نخلطها ونحطها في شي زاوية في البيت، نحطها في شي زاوية في البيت ونخليها مدة أسبوع، ومن بعد غادي اللوحة في مكان عاشب، اللوحة في مكان عاشب، وغادي تشوفوا إن شاء الله بحول الله وقوته ولا بقوة خميرة ولا أنها تحطها فقط للطاقة السلبية تكون أو الطاقة الشريرة اللي تكون في البيت، أنها تسحب هذه الخميرة والملحة والخبز، هذاك الخميرة ديال الخبز والشعير صالحة للعمار
للبيت ونخليها إن شاء الله حول الله. هيا نحطها في زاوية البيت إن شاء الله بحول الله وقوتي. إذا أحبابي في الله، هذه صالحة للعمار وصالحة للرزق وصالحة لجلب الرزق بحول الله وقوته. إذا كان عندكم طاقة سلبية، ناخد حامضة نقسمها، ندير فيها الملح والبن القهوة ونحطها في الزوايا البيت. إذا أحبابي في الله، كما عندي فيديو سابق أنه نقسمها على شكل قطع، ونحط فيها الملح ونحط فيها البن ونحطها في الزوايا البيت باش تحيد لي الطاقة السلبية. إذا أحبابي في الله، ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابوناو عندي بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.